السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ بشرى أم هداية في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. فيديو ديال اليوم كما تشوفوا هي بيتزا سائلة بدون دلك بدون مجهود بدون عناء، تجي لذيذة والمذاق يا سلام. تنتمنى تجربوها وتعجبكم وتعجب كذلك وليداتكم. ونزولا على طلب مجموعة ديال المتتبعين غادي نبقى ندير لكم إن شاء الله مجموعة ديال المملحات، وتنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وكذلك تبارطاجيو هاد الوصفه مع العائله ديالكم والاصدقاء وفرجه ممتعه. ولا عجبكم لا فيديو خليولي واحد التعليق محفز وكذلك اللايك لا فيديو. واليكم المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج واحد جوج ديال البيضات بحجم كبير، ضروري يكونوا بحراره المطبخ، جوج ديال الملاعق كبارين ديال السكر، الملح واحد الملعقه صغيره ديال الملح، الزعتر يستحسن يكون باقي الزعتر طري وباقي زوين البنات، نصف كاس ديال النشا غادي نحتاجو باش نضيفو مع الدقيق، نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال الحليب، وكذلك نصف كاس ديال الماء الدافئ البنات، ضروري دفيوه باش تضيفوه لهاد المقادير اللي عطيتكم. وعندي واحد الملعقه صغيره ديال الموطاغد او الخردل، وكذلك عندي واحد الملعقه صغيره ديال بودره الثوم. ولا ما كانش عندكم توفره البنات تقدروا تحكوا واحد جوج ديال الدريسات ديال الثومه. وكذلك عندي واحد ياغورت طبيعي بدون سكر، وعندي الدقيق. فهاد الوصفه البنات تخلي جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق، طبعت لها كاس العنبه، واحد خميره ديال الحلويات بوزن 7 غرام، لان البنات ما بغاش هاد البيتزا تكون منفوخه بزاف، غير خميره وحده راها كافيه. وبطبيعه الحال عندي هاد القوالب هادو هما اللي غادي نوضع فيهم البيتزا. اول حاجه البنات ناخذ داك الانيه وتنوضع البنات في هذاك البيض، وغادي نضيف هاد المقادير اللي عندي كاع كاملين ما عدا النواشف غادي نضيفهم حتى التالي. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والمدد المدد يا رسول الله، وسقينا بالمدد يا حبيب الله. وفي الاخير البنات ناخذ داك الزعتر وتنحكو هكا بين يدي وتنزيد نخدم البنات هذا الخليط هذا. وغادي نبداو نضيفو دابا النواشف. غادي ناخذ داك نصف كاس ديال النشا لان باغا هاد البيتزا يكونوا خفافين يا البنات. وغادي نضيف كذلك الخميره ديال الحلويات، وغادي نبدا نضيف الدقيق. طبعا الحال الدقيق راه مغربل، انا ضفت الكاس الاول وتنضيف شويه بشويه. تخلي بالضبط جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق ونصف كاس ديال النشا. البنات على فكره الزيت الا بغيتو تستعملوا غير زيت الزيتون، انا نسيت ما ذكرتكمش في الاول، داك نصف كاس راه مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده. وغادي نبدا نضيف الدقيق البنات، انتم شفتوا شويه بشويه. وغادي ندوزو البنات المرحله المواليه، غادي ناخذ داك القوالب بطبيعه الحال رانا دهناهم جيدا بالزبده ومغبراهم بالدقيق. ولا ما كانوش عندكم هاد القوالب البنات، اي قالب متوفر عندكم ديال السيليكون او اي حاجه، اي قالب متوفر تقدروا توضعوا فيهم هاد الميني بيتزا. وغادي نعمرهم البنات وغادي ندخلهم ان شاء الله الرحمن الرحيم الفران اللي تيكون على درجه حراره 180. غادي نشعل عليهم البنات من التحت، هما ما تستغرقوش وقت كبير، 15 دقيقه تتكون كافيه باش يطيبوا. بطبيعه الحال انا تنخلي واحد الثلث ديال الفرن، هما ما تيخمروش بزاف لان عارفين ما فيهمش خميره بزاف. وغداك الساعه ان شاء الله نتلقاو في المرحله ان شاء الله من بعد ما نخرجهم الفران. دابا البنات رانا خرجتهم من الفران، غادي نخليهم يبردوا وندوزوا باش ان شاء الله نبداو نعمروا البيتزا ديالنا. دابا البنات من بعد ما بردت لي الميني بيتزا ديالي حيدتهم من القوالب، شوفوا كي تيجيو، تيجيو يا البنات رطب وخفافين، وتيجيو اوميم طون فيهم واحد القرمشه تيجيو رائعين. بالنسبه البنات المقادير اللي غادي نحتاجو، عندي علبه ديال التون، جوج ديال العلب ديال التون من بعد ما مصفياهم من الزيت، عندي كذلك واحد صلصه ديال الطماطم هذه مصغباها البنات في ديال المنزل، لا كنتو باغيينها غير كتبوها لي في التعاليق ان شاء الله الرحمن الرحيم عندي لكم فيديو خاص عليها. عندي موزاريلا، عندي الزيتون الاسود، وكذلك عندي الفلافل، عندي فلفله حمراء، فلفله خضراء، اي حاجه متوفر عندكم، الزيتون الخضر اللي كان عندكم متوفر، بصله حتى هي كذلك اللي كانت عندكم متوفره. دابا غادي ندوز اول حاجه غادي نعمر هاد لي ميني بيتزا، غادي نعمرهم بالصلصه ديال الطماطم هي الاول. مولاي صلي وسلم دائما ابدا
غادي نضيف كذلك البنات هذا الجبن الموزاريلا. اي نوع ديال الجبن عندك متوفر في المزيد ديالك تقدري او تخلطي جوج ديال الانواع ديال الاجبان تيجيو زوينين وتيجيو البنات يعطيوها واحد اللذه. الجبن بطبيعه الحال هو البيتزا، هو البيتزا هي الجبن اكثر يلا كانوا مخلطين مجموعه ديال الانواع. وغادي نوضح في الوسط البنات واحد الزيتونه وتناخذ البنات كذلك هذه الفليفله، هذه الفليفله خضراء وحمراء وتنوضعها بهذه الطريقه هذه. تنضرها الطريقه ديال التزيين راها واضحه وسهله ما فيها حتى شي تعقيدات. وغادي نضيف كذلك البنات هاد المربعات اللي بقاو غادي نضيف فيهم التونه. ولا ما كانش عندكم بطبيعه الحال انا مصفيها من الزيت ولا ما كنتوش من محبين ديال التون، تقدروا تضيفوا الكفته ديال الديك الرومي او الكفته ديال البقري او ديروا لدان فيميتا وما تيجيو زوينين. شوفوا يدين ديال هدايه بقوه ما جاوا بنانين، كلاوهم قبل ما نحطهم تيجيو رائعين. ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندوزوا المرحله المواليه. وفي الاخير البنات تنوضع واحد الخطوط من زيت الزيتون والقليل من الزعتر بعد ما حكيته في يدي، وغادي ندخلهم مره اخرى الفران على درجه حراره غير واحد شويه، غير بمجرد انها تذوب داك الجبن يذوب، ونخرجوهم ونقدموهم بالصحه والراحه. وهذا هو التقديم النهائي ديال الميني بيتزا. شتو كي تيجيو رائعين وتيجيو اقتصاديين البنات. هانتوما شتو بجوج بيضات عطاونا كميه وفيره، تقدروا تعطيوهم لوليداتكم يديوهم معاهم كذلك في الكوتي ديالهم، تيجيو رائعين وتيجيو رطب وميم طون فيهم واحد القرمشه رائعه. تنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم وتردوا عليا في التعاليق واش جات زوينه ولا لا. والى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مولاي صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله، والمداد المداد يا رسول الله، أسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على مولاي صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والمداد المداد.